في هذا السياق الدولي المعقد الذي نمر به، فهي الآن حان الأوان لفسح المجال لتحالفات قوية ولكي نفسح المجال للصادرات وللاستثمار الأجنبي، وحان الأوان للتعاون ليكون في مستوى التحديات التي تواجهنا، لأن كل هذا سيسمح لنا بتطوير اقتصاديات بلدينا وخلق مزيد من الفرص للمجتمعات. الأمر لا يجب أن يقتصر على المحروقات، بل أيضا معالجة النفايات والطاقات المتجددة ومكاتب المشورات والصناعات الغذائية والزراعية، وكل هذا يلعب دورا هاما لتنويع الإنتاجية الجزائرية. والشركات الإسبانية مستعدة وجاهزة للإسهام في هذا الجهد الجزائري لدعم الاقتصاد في البلد. وهنا من الأهمية بمكان أن يكون هناك توازن، وهو الأمر الذي ينشده اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.